هلا المشاهدين الكرام، مشاهدي الفاس بريس، ضمن برنامج وحلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. القضية التي يعني تشغل بال العالم ككل، خصوصا في الجانب الرياضي، انعقاد بطولة كأس العالم في قطر. اليوم الأول يعني عرف عدد من المقابلات، اليوم الثاني عرف انتصار بين للمنتخب السعودي أمام الفريق المنتخب الأرجنتيني، وأيضا تعادل المنتخب التونسي أمام نظيره الدنماركي. معنا للتعليق على هذا الأمر سي سامي الشوقي. سي سامي الشوقي، وأنت أنت الناطق الرسمي السابق باسم الرجاء، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. كيف حالك مع هذا كأس العالم الذي شغل العالم ككل؟ ودائما كأس العالم يشغل العالم ويوقف الحركة. فعلا هي الحركة ككل. يعني أولا بغيت التعليق ديالك على هذا الانتصار البين اللي قام به المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني. هي أولى المفاجآت المدوية في كأس العالم. طبيعة الحال الأرجنتين دخلت وهي من أبرز المرشحين، على اعتبار أنها الدورة الأخيرة للاعب ميسي، وكل شيء كان متوقع أن يكون فيها مجهود كبير من طرف المنتخب الأرجنتيني باش تكون خاتمة مسك لهذا اللاعب الأسطورة. للأسف بالنسبة لهم هما مشات الرياح بما لا تشتهي السفن ديالهم، ولكن بما تشتهي السفن السعودية الشقيقة، واللي اللاعبين ديالها اليوم أبانوا على شراسة وأبانوا على احترافية كبيرة، مع العلم أنهم لاعبين كلهم يمارسون في الدوري السعودي. هذا تعطينا فكرة على أنه خاطئ اللي مازال يعتقد في المغرب أن الدوريات الخليجية فهي أقل من الدوريات الأوروبية، وتنشوفوا التعامل ديال الناخبين مع المغاربة، مع الناخبين ديال المنتخب المغربي مع اللاعبين المغاربة اللي يمارسون في الخارج. تقول لك أنا اللاعب في الخارج ما ناخذوش، ولا تخليه هو الاختيار الثالث كما وقع الحمد لله، ولاعبين آخرين بحال الرحيمي اللي هو ما تناداش على لوكا. وبالتالي تنشوفوا بان السعوديه اليوم عطات درس في التكتيك، في الشراسه الدفاعيه، وفي قوه البديهه، لان انك تخرج في الشوط الاول منهزم بواحد الصفر مع الارجنتين، مع العلم انهم كان ترفض لهم واحد الهدفين بداعي التسلل اللي هو كان ممكن يحبط العزائم، ولكن هنا كيبان القوه ديال المدرب، القوة الذهنية، وباين واضح أنه أعطاهم تعليمات كبيرة ما بين الشوطين، لذلك شنا فريق آخر في الشوط الثاني بمعنوية كبيرة بشراسة غير مسبوقة. ويمكن نقول لك هذه أحسن مقابلة كجريها منتخب السعودي في تاريخه مع المشوار المونديالي، فهنيئا للمنتخب السعودي. مزيان هذا الانتصار، هو حافز للمنتخبات العربية ولينا احنا كمنتخب مغربي على بعد 24 ساعة المباراة ديالنا ضد كرواتيا. كنتمنى ان وليد الكراكي يكون تكلم مع اللاعبين ديالو ويقول لهم ان في هذه المناسبات تنتفي الفوارق، ما تبقاش هذا الارجنتين ولا البرازيل ولا المانيا، ملي تندخلوا مباراة 11 لاعب مع 11 لاعب تتبقى التركيز والقوة الذهنية والشراسة والدفاع بكل ما اوتي بقوة. تنتمنى انها تكون فعلا حافز للمنتخب المغربي. يعني احنا لحد الان يعني كاين هزيمه قطريه، انتصار سعودي، تعادل تونسي، شنو التوقع ديالك المباراة غدا ان شاء الله؟ انا تنتوقع انتصار للمنتخب المغربي، او على اقل تقدير انتصار بفارق هدف واحد، وعلى اقل تقدير تعادل. انا بكل صراحه متفائل ولا اتوقع هزيمه المغرب، ونتمنى ما يخيبنيش الله. ان شاء الله يكون خير.